الكنيسة المصرية بنحتفل به منذ القرن الرابع الميلادي، وإن كان الحدث نفسه تم في القرن الأول الميلادي. وحدث دخول السيد المسيح إلى أرض مصر امتياز وانفراد يخص بلادنا الحبيبة مصر. السيد المسيح اتولد في فلسطين، وبعد ميلاده بوقت قصير جدا بشهور قليلة ابتدى يجي مصر مع القديسة مريم العذراء مع القديس يوسف النجار من أجل الأمان. عشان كده بنقدر نعتبر السيد المسيح أول لاجئ جاء إلى مصر طلبا للأمان في رجوع بلده. نعتبره في نفس الوقت هو أول سائح يزور مصر ويتجول، إنجاز هذا التعبير، يتجول في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.